مصطفى شعبان وهنا الزاهد فتكرموا عن أيوب. أنا عرفت كل اللي أنت عملته. تتجوزني؟ مبسوطة جدا إن الجايزة على المسلسل ده، وكان مش أول تكريم على المسلسل ده، فمبسوطة أصلا بالمسلسل. وخالد سليم كان مبسوط أيضا بجائزته اللي حصل عليها عن مسلسل رسائل اللي جمعه بمي عز الدين. استني بس، أنت رايحة فين؟ ابعد عني يا ترى، مالكش دعوة بيا خالص. أما شيري عادل فكانت سعادتها أكبر بأول جائزة بتاخدها عن دورها بمسلسل السهام المرقة. أكيد أي جائزة بتبقى بتمثل لنا حاجة كبيرة قوي، وهي شرف لينا، وهي بتحسسك إن أنت الحمد لله نجحتي في الحاجة اللي أنت عملتيها، فبتبقي مبسوطة جدا. وأنا بنبسط بالذات حفلة نايل دراما كمان يعني. وهالظهور بيعتبر الأول لشيري بعد زواجها والأخبار الكثيرة عن طلاقها اللي خلاها تكتب بوست على إنستغرام طلبت من الكل ما يتدخلوا بحياتها الشخصية. ما بحبش يعني أتكلم في حياتي الشخصية، فيعني مش بعتبر طبعا الناس بيبقى عندها انه بيبقى عندهم ان عايزين يعرفوا اخبارك بيحبوكي، فدي حاجه مش وحشه بالعكس، بس احيانا بيبقى ما عندكيش حاجه تقوليها او ما عندكيش رد تقوليه لان انت رديتي مثلا قبل كده، ف يعني خلاص فما بيبقاش عندك حاجه تقوليها انك انت تتكلمي كتير في حياتك الشخصيه. وبعيدا عن هالموضوع اتكرم بهالحفله كمان محمد رياض وصبري فواز عن مسلسل رحيم. واو قلتلك المره دي غير كل مره. وعن دور حنان بنفس المسلسل اتكرمت دينا اللي نشرت هالفيديو من الحفل. وكان ملفت هالسنة تكريم إسرة مسلسل أبو العروسة بعد النجاح الكبير اللي حققه خلال عرضه، وأيضا عرض الجزء الثاني منه. طبعا أنا سعيدة جدا بتكريم النهاردة، لأن مسلسل أبو العروسة ما كانش من الأعمال الرمضانية، والقاعدة اختلفت السنة دي تماما، بأن لأول مرة يتم تكريم مسلسل خارج السباق الرمضاني. وبالإضافة لكل هالمكرمين حرصوا كتار أنهم يتواجدوا بهالحفلة مثل هشام سليم، هاني رمزي، عمرو عبد الجليل، رانيا فريد شوقي، منى عبد الغني وإلهام شاهين. ده حد بيقول لي شكرا على المجهود اللي انت عملته وعلى الحاجة اللي انت قدمتها، ويرجو ان انا اكمل في حاجة زي كده، اكيد ما بتبقاش اخر حاجة يعني. مبروك لكل النجوم يلي فازوا بالجوائز، وعلى الاغلب رح نشوف كتير من النجوم يلي رح تكرموا السنة الجاية، وغيرهم اكيد من النجوم، خاصة انه في اعمال كتير عم تتحضر.